اه سمزر قال المدعو قبر الدحداح توليبي التحق بالجماعة الإرهابية عام 1994 بالغضارية. احنا حبينا الفكره نتاعنا الفكر المسلح والفكر الجهادي والعنف حبينا ننشروه للمجتمع الجزائري عبر هؤلاء. هذا دامر دي زاد ودهينا وعربي زيتوت اتفقنا كيف نطيحوا النظام هذا. هما يحرضوا باش يحرضوا الحراك هذا بالسلميه وحنا ندعموهم السلاح وكيف سمالا كانت تحولت الى ثوره. احنا كنا نبازوا عليهم باش يحرضوا الشباب الحراك يحرضوه. احنا كنا مع الاولى نقول لهم باللي سلميه ندعموهم بالسلميه بس احنا حابين نخترقوهم باش تولي امر بالسلاح والجهاد. احنا سلميه ما نستعرفوش. لكن نكمل لكم الجزء الثاني. بالرغم انه عندهم، بالرغم انه قالوا له واش يقول، بالرغم انهم قطعوا الفيديو 70 مره وراكم شفتوا التقطيعات، يعني تبان تقطيعات الصوت نتاعو يتغير شويه النمط والناس الخبراء يعرفوا، لكنه في الحقيقه جاء هو باش يديننا انه هو ارهابي، هو تاع عمل ارهابي وجماعات ارهابيه وكان على اتصال معنا، لكن قال لك هو هذو جماعه السلميه فقط. اه تعترفون ان احنا جماعة السلمية؟ احنا انا عندي 26 سنة في المعركة هذه، قلت ان المعركة مع هذا المجرمين تاع الجنرالات يجب ان تكون سلمية، لان العنف هو بالنسبة اليهم مثل الجيفة للدود او مثل الاكسجين للانسان. نحن نعرف هذا في المطلق، وانا قناعتي وفلسفتي اللي نمشي بها هو ان ما بين ابناء الوطن يجب أن تكون كل طرق المقاومة والمواجهة كاينة موجودة إلا السلاح. العنف المسلح لا، العنف تحت أي اسم وخاصة العنف المسلح لا، لأن هذا ليس فقط من ناحية عملية وبراغماتية تفيد الطغيان، لأنه هو عنده الدبابات وعنده الطائرات وعنده البواخر إلى آخره، ولكن أيضا عندما تختلط يموت الأبرياء. في التسعينات كانوا مرات في الأسرة الواحدة يكون فيها البوليسي ويكون فيها اللي يرفد سلاح في الجبل إلى آخره، تختلط الأمور، يموتوا الأبرياء، تصير المجازر، أشياء كثيرة الناس تعرفها. إذا هذا من حيث المنطق. الأمر الثالث أنه اللي يوصل بالسلاح يبقى بالسلاح، شفناه حتى في يعني الجزائر كانت ثورة مسلحة، لكن بعد قال لك حنا جبنا الاستقلال بقوا بالسلاح، هذه ثورة مسلحة ضد الاستعمار وشارك فيها الشعب. إذا اللي يوصل بالسلاح يبقى بالسلاح ما يتغيرش. هذا أيضا من بين النقاط. بين النقاط الأخرى، إذا دخل السلاح يكون هناك تدخل خارجي، وأنا شناها في سوريا، شناها في ليبيا، شناها في أشياء أخرى. ونقدر نبقى نعطيكم فلسفتنا في هذا في رشاد، وأنا شخصيا حتى قبل أن أنضم أو نؤسس رشاد، عشرات الأسباب أو أسباب وجيهة، لا تقل عن 10 أسباب وجيهة كبرى لماذا نرفض السلاح عندما يكون الخلاف ما بين أبناء الوطن. إذا نحن مع السلمية، بالضبط مع اللا عنفية، لا نون فيولونس. إذا هو هنا في الحقيقة هو يثبت لنا شيء، جاوا باش يثبتوا عكسه، لكنهم تشوفوا الرداءة. قال لك هذو جماعة السلمية، احنا ما نمنوش بالسلمية بصح اتصلنا بهم مجماعة السلمية، بصح كاين نقطة واحدة أخرى من بعد مرت باش تعرفوا الرعب وين ماسكهم. خلنا نسمعوها. احنا كنا مع الاولى نقول لهم باللي سلميه ندعموهم بالسلميه بس احنا حابين نخترقوهم باش تولي امر بالسلاح والجهاد. احنا سلميه ما نستعرفوش كاع بها. تبداو يحرضوا كما يقول لك العصيان المدني. واش العصيان المدني؟ انا هو العنف. العصيان المدني احنا عندنا حابين يخترقونا، يعني ماناش حنا جايينكم ونقولوا العنف، انتم تخترقونا على حسابه هو، يعني على حساب الدي ار اس اللي كتبوا له النص، على حساب جنرال الدي ار اس. والله يكون جيت في السلطه والله غير اليوم دخلهم كاع الحبس هذا الجنرال تاع الدي ار اس. فضيح، جريمه في حق النظام هذا اللي يخدموا فيه، استهزاء غير مسبوق. راهو يقول باللي نخترقوهم، ما قالش قالوا نتعاونوا معانا على السلاح ولا نعطوا لهم السلاح، يعني حتى هذه ما قدروش يقولها. علاش؟ لانهم يعرفوا موقفنا من السلميه. شفتوا اخواني لماذا كنت لما نكرر دائما السلميه؟
اولا باش للحركه كل، وثانيا باش ما كاش اللي يجي يمس في العنف، والو العنف خارج الحركه. اذا هو هنا قال لك باش نقنعوهم، نخترقوهم ونقنعوهم يروحوا للعصيان المدني. هذا مفتاح مرعبهم. النظام سمع مؤخرا ان الحراك اذا انتشر وتوسع يوصل الى انه الى عصيان مدني، مثل ما كان الحديث اذا راكم تذكروا مليح على العصيان المدني في سبتمبر اكتوبر 2019، وكان في اضرابات وكان في احتجاجات وكان رعبهم، لكن ما صراش العصيان المدني. من بين الاسباب ان ما فيش قياده موحده تقول دير هنا وما ديرش هنا، صرا في بعض الاماكن، ما صراش في بعض الاماكن، اضرابات الى اخره، عارفين القصه يعني. وهذه ربما من بين السلبيات عندما لا تكون هناك قياده او تنسيق داخل الحركه، لكن عن ثاني كاين ايجابيات اخرى، وهذا نقاش اخر ناقشناه في السابق. اذا العصيان المدني هو اللي شكل لهم مشكله. نعم، لانهم فهموا باللي الحراك، خاطش صرات حديث في نقاش طويل وتكلمت انا في اللايف، تكلموا اخواننا اخرين، باللي الحراك القادم راح يكون حراك دائم يومي. ولذلك خرج الخبارجي، وكنت راح نقولها قبيل تبو نسيتها، هو قال لك شراهم بثمن بخيص. هو الخبارجي فيه شهاده علنيه انه عميل عند الفرنسيس، عند الجيش الفرنساوي، هو وزيرك للاعلام وناطق رسمي باسم الحكومه، لا تستحون. اذا الخبارجي تاع بالحيمر كان خرج هذا اليومين وقال من بين الاشياء اللي قالها، قال راهم هذو حابين حراك يومي. حراك يومي معنى عصيان مدني. الرعب مسكهم العصيان المدني. اذا تذكروا اخواني، خليني نشوف اذا المساعد بعث لي مقطع ولا ولو، اليوم تعبت بكل ما تعني الكلمه. او يريدون او يعملون ويريدون ان يحطمون ما وصل اليه الحراك، حيث يخرجون بيوم الثلاثاء ويخرجون يوم الجمعة، واليوم يتكلمون على أيام أخرى. لماذا هذا كل؟ لماذا هذا كل؟ دخلنا في جمهورية جديدة، مطالب الحراك التزم به السيد رئيس الجمهورية باش ينفذوا. إذن هاد الناس لهم نوايا. إذا تذكروا يا أخوان، في نهاية فبراير خرجوا الجزائريين زادوا السبت، كانت الثلاثة والجمعة، ثم ولا السبت، هذا في فبراير 2020، يعني كان الحراك في قوته في أوجه بعد ما هما فرضوا تبون إلى آخره. خرج علينا وزير الداخلية، نتمنى على المساعد يبعثها لي إلى راه عنده، وقال باللي هادو اللي حابين يزيدوا السبت، وقال هذا الكلام بالضبط يوم 11 مارس 2020، كنت يومها في دوبلا في عاصمة إيرلندا الجنوبية، ورديت عليه في المساء وأنا ألقي في محاضرة على أخواني اللي دعوني هناك، الجزائريين اللي كانوا موجودين هناك، ورديت عليه في هذاك اللقاء، وراه موجود أيضا هذا التدخل. قال باللي راهم يدعوا للسبت لأن السبت أيومها أربكهم ارتباك شديد جدا، وبداو مرعوبين، وبداو البوليس يهربوا، يعني ما يروحوش لهذاك السبت اللي يدي لهم تاع السل، ومن بعدين البوليس والدرك والمخابرات قالوا احنا عندنا غير السبت باش نريحوا، الجمعه ويزدونا السبت، معنا كيفاش؟ مهلكه بالنسبه الينا. فكانوا في قلق شديد، وخرج وزيرهم الداخليه هذا بالجود، وقال بان الحراك تدعم اسرائيل ودوله عربيه ودوله اوروبيه، وراهم الناس متذكرين هذا. وإذا وصلني الآن لعلكم تسمعوه الآن. إذا قال هذا الكلام وزير الداخلية، يوم أنا قلت له أعطينا اسم الدولة العربية والدولة الأوروبية، أما إسرائيل فنتحداك. يعني اختصار بسيط، راكم خدامين عندهم، ومادامكم أنتم مسيطرين على الجزائر، إسرائيل راهي فرحانة. فرحانة جدا، لأن هناك كمشة من السفهاء والخونة مسيطرين على بلاد ثوري في 45 مليون من الخلق، ومن خلال هذا النظام مكسرين المنطقة كلها. لكن ما أعطناش لا اسم عربي لا أوروبي،
لكن يشاء الله أن ينتشر الكورونا وأن يصبح ضروري وقف الحركة. كانوا مرعوبين رعب حقيقي من أن الحراك يتوسع إلى 3 أيام أو 4 أيام. لما زاد السبت فقط كان هناك رعب حقيقي، فما بالك أنه يتوسع أكثر. كان هناك رعب حقيقي، شاء ربك أن يأتي موضوع الكورونا. الآن كثير من الحركيين يتكلموا على أن الحراك ما لازمش يبقى كما كان يوم 3 والجمعة. الحراك الجديد إذا حبينا نحلوا المشكلة، لأن البلاد راهي تغرق، لازم يكون أيام أخرى، السبت الأحد. فخرج بالحيمن وقال لك حابين يديروا لنا حراك تاع 7 أيام، وهذا ماشي حراك أصيل، وهذا حراك عميل، وخرج اليوم تبون وقال لك ثمن بخيص إلى آخره، وخرجوا لنا الدحدوح إلى، يعني اللي يرعبهم هو هو العصيان المدني أو على الأقل الحراك اليومي. هاو اللي يرعبهم، وهاو المفتاح. أعطوه لنا، ثبتوا لنا التحليل اللي كان عندنا، خرجوه لنا هم في واحدة من الكوارث نتاعهم.